وخفض عن ناره وضع يعني مزري. انا فاهم انه الوضع مزري، انا فاهم انه الوضع مزري. الوضع مزري لانه الناس اللي ماسكه الكابونات، عشان تبقى فاهم، الناس اللي ماسكه المساعدات كمان حراميه. ليش المساعدات حرامية؟ يعني في هناك عناصر حماس اللي عم ياخدوا من هذا الأكل من المساعدات الإنسانية. أكيد أكيد، مهم وين حماس وين موجودة، وين بتكون موجودة بتخرب. بس هذا المكان هو للمساعدات الإنسانية، يعني يجب عليهم أعطاء الغداء إلى المدنيين. شو دخل حماس هناك؟ ما هو حماس يا سيدي العزيز، حماس حاطة ايدها على كل حاجة، عشان تبقوا انتوا فاهمين. حماس حاطة ايدها على موظفين الوكالة، هم القيادات في رئاسة الوكالة، هم المسؤولين في الجمعيات، هم المسؤولين في هان وهان. من يوم ما مسكوا البلد هم ماسكين كل حاجة لها سيطرة على البلد. يعني ما عم يعطوا المدنيين ولا اي غذاء؟ بيعطوا خصاصهم بالاول. وانتم يعني جربتم تحكوا مع الوكالة وتقولوا لهم هذا الشيء؟ يعني مسؤولين الوكالة، مسؤولين اللي بيحكي مسؤولين الوكالة كمان عم يتعاملوا مع حماس؟ سيدي موظفين الوكالة هم حماس. موظفين الوكالة هم حماس؟ هذه حاجة بعيدة عنكم، بس هي أكيد، لا أكيد مش بعيدة عنكم. اللي ماسك يعني رؤساء الأقسام أو القيادات اللي شغل المناصب هذه في الوكالة هم نفسهم من أعضاء حماس. בתוך אזור המקלט, אלה תמונותיהם של תושבים שמתפרצים לתוך מרכזי הקליטה של הסיוע ההומניטרי. פקידי סוכנות האום אונרה מתלוננים כי חמאס מונע מהם לחלק את המזון כדי לרכז אותו בידיו, וגם כנראה כדי לייצר משבר הומניטרי שיחריף את הלחץ על ישראל.